بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله كل له قانتون، مقرون بالعبودية، قانتون مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: كل له قانتون، يقول الإخلاص، أي كلهم مخلصون لله عز وجل. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدي رحمه الله: كل له قانتون، يقول له مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد رحمه الله: كل له قانتون، قال مطيعون. كن إنسانا فكان، أي قال الله كن إنسانا فكان، وقال كن حمارا فكان، يعني كما أمر الله جل وعلا. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: كل له قانتون مطيعون، يقول طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. الكافر ظله يسجد لله مع أنه كافر. وهذا القول عن مجاهد رحمه الله، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله. القنوت الطاعة والاستكانة، أي الخضوع إلى الله تعالى، وذلك شرعي وقدري، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ظله يسجد لله صباحا ومساء. وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن، ما هو المراد به؟ كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجًا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. القنوت الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله، ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه، والله أعلم. وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة، فلا يغتر بها، فإن السند ضعيف، والله أعلم. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد
والسدي رحمهم الله، وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في الصحيح لمسلم رحمه الله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع التي يعملها أهل البدع يتقربون إلى الله بأشياء غير مشروعة. والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل عمل يتقرب به إلى الله وهو غير مشروع فهو بدعة مردودة. وتارة تكون بدعة لغوية، أي بمعنى اللغة، بمعنى اللغوي، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعة عن جمعه إياهم، جمع الصحابة إياهم على صلاة التراويح قيام رمضان واستمرارهم: نعمة البدعة هذه، يعني بدعة لغوية، وإلا فقيام رمضان مشروع. وقال ابن جرير رحمه الله: بديع السماوات والأرض مبدعهما، أي خالقهما، ولم يكن هناك سماء قبل ذلك، وإنما هو مفعل فصرف إلى فاعل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ، والمحدث ما لم يكن ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره، ما لم يسبق إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه بدعة، تسميه مبتدعة. ومن ذلك قول أعشى ثعلبة في مدح هوذا ابن علي الحنفي، يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدأوا له الحزم أو ما شاءه ابتدع، أي يحدث ما شاء. قال ابن جرير رحمه الله: فمعنى الكلام فسبحان الله أن يكون لله ولد، الله منزه أن يكون له ولد، وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاه عليها احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح عيسى عليه السلام الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى عليه السلام من غير والد بقدرته. خلق الله عيسى من أم بلا أب، وهو على كل شيء قدير جل جلاله. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحان الله، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم بسلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما أمرنا
إلا واحدة كلمح بالبصر جل جلاله. وقال الشاعر: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن فكان كما أمره الله تعالى. قال الله تعالى: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كل ذلك عناد، فدلائل وحدانية الله لا تحصى. وقال مجاهد رحمه الله في قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال النصارى تقوله، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، قال لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. وحكى القرطبي رحمه الله: لولا يكلمنا الله، أي لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: وظاهر السياق أعم، والله أعلم. كل ذلك عناد ومكابرة، وإلا فدلائل وحدانيته كثيرة لا تحصى. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي رحمهم الله في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين لا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. كل ذلك عناد ومكابرة، وإلا فدلائل وحدانية الله عظيمة. وقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كل هذا عناد ومكابرة، وإلا فدلائل وحدانية الله لا تعد ولا تحصى. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم
وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرا. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. كل هذا عناد ومكابرة. وقوله: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقوله: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعوذ بالله من الكفر والعناد. قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي، أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قراءة أكثرهم: ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلها ابن جرير رحمه الله، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وكقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. ورواه ابن جرير رحمه الله عن كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة به مثله، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وحدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني حجاج عن ابن جريج، أخبرني داود
بن أبي عاصم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين أبوايا؟ فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا، ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مُرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير رحمه الله هذا القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى، وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح. ولهذا أشياء كثيرة ونظائر، ولا يلزم ما ذكر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير رحمه الله، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا موسى بن داود، حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين، أي من آمن منهم، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، أي يصيح في الأسواق، ولا يدفع في السيئة سيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعيناً عمياء وآذاناً صمى وقلوباً غلفا. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله، فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به، وقال: تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه، وهو من علماء اليهود، وأسلم رضي الله عنه، ورواه في التفسير عن عبد الله رضي الله عنه، عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما به، فذكر نحوه. فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب، وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء، وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويا رحمه الله في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به، وزاد قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فيما اختلفا في حرف، فما اختلفا في حرف، يعني قال مثل ذلك، إلا أن كعبا قال بلغت قال بلغته أعينا عموما وآذنا وآذانا صموما وقلوبا غلفا، هذه لغة كعب الأحبار. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير رحمه الله يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال قتادة رحمه الله في قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، قال: خصومة علمها الله محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة رحمه الله: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قلت هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذًا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته، فعلينا أن نحذر مشابهة اليهود والنصارى والكفار. وقد استدل كثير من الفقهاء رحمهم الله بقوله: حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه رحمهم الله. وقال في الرواية الأخرى كقول مالك رحمه الله: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، كما جاء في الحديث، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله: هم اليهود والنصارى، يعني من آمن منهم في عهد موسى وعيسى، وأما من كفر وأعاند فهو كافر. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني، قال: حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه حق تلاوته، قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك، ونعوذ بك من النار.
وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال أبو العالية رحمه الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، أي لا يحرف المعنى. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، يعني يتبعون القرآن ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك. وقال الحسن البصري رحمه الله: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، يكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، الذي ما علموه يقولون الله أعلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن أبي زائدة، أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. قال: وروي عن قتادة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي رحمهم الله نحو ذلك، يتلونه أي يتبعونه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: حدثنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. قال القرطبي رحمه الله: وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قال في إسناده: غير واحد من المجهولين، أي لا يعرف حالهم، فيما ذكره الخطيب رحمه الله، إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري رحمه الله: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. اللهم أدخلنا في رحمتك الواسعة، وأعذنا من عذابك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: أولئك يؤمنون به، خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم،
الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، مذكور في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن جحدوا. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وكل من على وجه الأرض مكلف بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك. كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم نظير أي مثل هذه الآية في صدر السورة، وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه، والحيدة أي الميل عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. اللهم ثبتنا على الإيمان والإحسان والمتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدي به في التوحيد، يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي، امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم عليه السلام وليسوا عليها، يدعون أنهم على ملة إبراهيم وهم ليسوا كذلك، وإنما الذي هو عليها مستقيم، فأنت
أي يا محمد صلى الله عليه وسلم والذين معك من المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. اذكر لهؤلاء كلهم كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا ولم يكن من المشركين، شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطٍ مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذي للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: بكلماتٍ، ابتلى إبراهيم ربه بكلماتٍ أي بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق الكلمات ويراد بها الشرعية أي القرآن، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلًا لا مبدل لكلماته، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرًا أو نهيًا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك روايات. فقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة قال: ابن عباس رضي الله عنهما ابتلاه الله بالمناسك، أي مناسك الحج. وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عبد الرزاق رحمه الله أيضا: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، أي تفرقه من وسط الرأس. وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. خمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، أن يفرق الشعر من وسط الرأس. وفي خمس في الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك رحمهم الله. قلت:
وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم هي عقد الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا من الفطرة، فينبغي للمسلم أن يمتثل ذلك. قص الشارب وإعفاء اللحية، فلا يجوز حلق اللحية ولا يجوز ترك الشارب، بل الشارب يقص واللحية تعفى. قال وكيع: انتفاض الماء يعني الاستنجاء، الاستنجاء بالماء. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. ولفظه لمسلم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: عشر: ست في الإنسان، وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان حلق العانة، ونتف الإبط، والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، والسواك، وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر: الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، والإفاضة، طواف الإفاضة. وقال داود بن أبي هند رحمه الله عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم عليه السلام بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة: التائبون، العابدون، الحامدون، إلى آخر الآية، و10 آيات في أول سورة: قد أفلح المؤمنون. وسأل سائل بعذاب واقع، و10 آيات في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، الآية، إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن، فكتبت له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى عليه السلام. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به، وهذا لفظ ابن أبي حاتم رحمهم الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم عليه السلام فأتمهن: فراق قومه في الله، يعني فارق المشركين حين أمر بمفارقتهم ومحاجتهم نمرود في الله، كافر جادله وحاجه إبراهيم عليه السلام حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلاف، وصبره على قذفه إياه في النار، رمي إبراهيم في النار، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة
بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة إكرام الضيف والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام حين أمره بذبحه، ثم فدى الله إسماعيل بذبح عظيم. فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. اللهم ثبتنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري رحمه الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن رحمه الله يقول إي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أنه رب أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه الله بذبح ابنه ثم فداه الله بذبح عظيم والختان فصبر على ذلك. فقال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عمن سمع الحسن لم يذكر اسمه يقول في قوله وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلاه الله بذبح ولده إسماعيل عليه السلام وبالنار والكواكب والشمس والقمر، يعني تبرأ من عبادتها وأخلص العبادة لله. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا أبو هلال عن الحسن رحمهم الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب وبالشمس والقمر فوجده صابرا، أي لم يعبد الكوكب ولم يعبد الشمس ولم يعبد القمر بل أخلص العبادة لله جل جلاله. وقال العوفي في تفسيره رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فمنهن إني جاعلك للناس إماما، ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم عليه السلام والرزق الذي رزق ساكنو البيت. الحمد لله، ومحمد بعث في دينهما عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال الله لإبراهيم عليه السلام إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال تجعلني للناس إماما، قال نعم، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، قال تجعل البيت الكعبة مثابة للناس، قال نعم، قال وأمنا، قال نعم، قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال نعم، قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، قال نعم.
قال ابن أبي نجيح رحمه الله: سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد رحمهم الله فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلي بالآيات التي بعدها، إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس رحمه الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: الكلمات، إني جاعلك للناس إماما. وقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم عليه السلام. وقال السدي رحمه الله: الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم عليه السلام ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، محمد صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمه الله وفي الموطأ رحمه الله وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من استحد أي حلق العانة، وأول من قلم أظفاره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب أي نبت الشيب، فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار، قال: يا ربي زدني وقارا. وذكر ابن أبي شيبة رحمه الله عن سعد بن إبراهيم عن أبيه رحمهم الله قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام، قال غيره: وأول من برد البريد أي جعل البريد الذي ينقل الرسائل، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك أي استعمل السواك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل، وأول. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، إن اتخذ المنبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم عليه السلام، وإن اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم عليه السلام. قلت: هذا حديث لا يثبت. قال الحافظ، قال ابن كثير: سند هذا الحديث لا يثبت، والله أعلم. ثم شرع القرطبي رحمه الله يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم به. قال: غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير أي في مثل معنى ذلك خبران، أحدهما ما حدثنا به أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد، حدثني زياد بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليلا عليه السلام الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى يختم الآية.
سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. قال والآخر منهما: حدثنا أبو كريب، أخبرنا الحسن عن عطية، أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإبراهيم الذي وفى أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. ورواه آدم في تفسيره رحمه الله رحمهم الله عن مجاهد عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به رحمهم الله. ثم شرع ابن جرير رحمه الله يضعف هذين الحديثين، وهو كما قال: فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما، وضعفهما من وجوه عديدة، فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه، والله أعلم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، فإن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بها ابتلى بهن إبراهيم عليه السلام. قلت: والذي قاله أولى أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول صاحب من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه، والله أعلم.